القضية ينضم إلينا من لندن مراسل الغد عمر شاكر. إذا عمر، منظمة حظر الأسلحة تعقد اجتماعها اليوم في لاهاي بناء على طلب من موسكو. بداية، كيف تترقب الأوساط السياسية في بريطانيا هذا الاجتماع، وما الذي وضعته لاحتمالات الخروج بأي شيء جديد من هذا الاجتماع؟ لا تبدو الأوساط البريطانية مهتمة كثيرا بهذا الاجتماع. قبل قليل ورد خبر عاجل يعني يشير إلى أن الوفد البريطاني في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وصف هذه الدعوة للاجتماع الطارئ من قبل روسيا بأنها دعوة سيئة. أيضا وزارة الخارجية ربما قالت يوم أمس أيضا أن هذا الاجتماع يحاول عرقلة عمل هذه المنظمة، وأيضا هي أصرت على أنه ليس هناك بندا في أي معاهدة داخل المنظمة يشير إلى ضرورة انخراط الضحايا في التحقيقات مشتركة مع جهات يمكن أن تكون من المحتمل هي مسؤولة عن هذا الهجوم. بطبيعة الحال هذا الاجتماع يأتي أيضا على وقع تصريحات الخبراء البريطانيين، وتحديدا مختبر التكنولوجيا والطاقة الذي قال أنه لم يستطيع تحديد بالضبط مصدر هذا الغاز، وحدد نوع الغاز لكن مصدر أو صنع. طيب وعمر، وهذه النقطة تحديدا يعني ما خرج به المختبر البريطاني من عدم قدرته على تحديد منشأ المادة السامة، ألا يعيق ذلك ربما من حجة بريطانيا باتهام موسكو في هذه القضية؟ هذا مثير جدا ما قاله الرئيس المختبر، يقول أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تدخل في هذه العملية لتحديد مصدر هذا الغاز، وهو بالتحديد ذكر المصادر أو المعلومات الاستخباراتية تدخل في المعادلة لتحديد نوع الغاز. وبالتالي الحكومة هنا قالت أن لديها معلومات استخباراتية زادت أو ضاعفت من اعتقادها بأن روسيا هي من تقف وراء هذا الهجوم. وفق هذه المعطيات يبدو أن العلاقات ما زالت معقدة بين روسيا وبريطانيا بعد تسمم العميل الروسي وابنته، وبالتالي ما لم يحدث هناك اختراق في اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أو أيضا السماح بريطانيا برؤية يوليا مثلا ابن سكريبال من الجانب الروسي. هذا ربما يخفف من حدة أو العلاقات الآن المتوترة بين موسكو ولندن. شكرا جزيلا مراسلنا من لندن عمر شاكر.